قدمت هاي الخدمة بحكم انه الاسعافات كان عليهم ضغط كبير، الرجال الاسعاف كان عليهم ضغط اكبر والمستشفيات كانت مضغوطة، فقدمت هاي الخدمة لأخفف ألام الناس والجرحى والمصابين. طبعا المبادرة هاي قعد 50 يوم بالشمال، أجبرنا الاحتلال على النزوح. طبعا كنت حاملة شنطتين متعلقات شخصية وشنطتين اسعافات، فأحد النازحين بيحكي لي انه كيف حتقدر تمشي بالحلابة والجيش حيرمي الأدوات، فأنا رحت استغنيت عن أدواتي الشخصية ورميتهم وتمسكت بالإسعافات الأولية. حكيت لربما لا سمح الله يصير أمر طارئ إني أقدر أساعد فيه الناس وأهلي، فاجأت إنه كله خيام ما في بيوت. قمت بتبديل المبادرة مباشرة من بوصل لك لبيتك إلى بوصل لك لخيمتك. طبعا توجهت لإدارة الكلية وحكيت لهم إن أنا حكيمة وكذا كذا كذا، ويعني أنا بدي أقدم الخدمات، وحكوا لي ما في أي مشكلة تمام. فصرت أنا الحكيمة الوحيدة في المركز الإيواء اللي بقدم هاي الخدمة. الناس فرحوا كتير، الناس أطلقوا علي سوبرمان إني بخفف ألامهم وبخفف توفير الوقت والجهد وما شابه. قمت بتوليد 3 أو 4 حالات في مركز إيواء النازحين، من ضمنهم حالة خارج المركز. طبعا أنا ما استهدفت المركز بس، المركز وخارج المركز يعني الزوايدة، السوارحة، البصة، النخيل، البركة، يعني كنت أتجول أنا في هاي المبادرة. كمان الناس ردود أفعالهم إنه انبسطوا كتير، فرحوا إنه أنا بقدم هاي الخدمات، بوفر عليهم وقت وجهد. طبعا أكتر فئة استهدفتها اللي هي فئة الأطفال، بحكم إنه كمان الطفح الجلدي، الأمراض، الأوبئة، الأماكن الغير صالحة للسكن، المياه الغير صالحة للشرب، سببت عندهم أمراض. طبعا بقوم يوميا بتغيير الجرحى على التغيير على المصابين والجرحى، يعني منهم اكسفكس اللي هي بلاتين داخلي وبلاتين خارجي، منهم حالات حروق، حالات بتر. ما بقعد يعني الحالات احيانا هي بتجيني على الخيمه، الخيمه هاي هي اللي انا بنام فيها وباكل فيها وبستقبل الضيوف فيها، هي نفس الخيمه اللي بقدم فيها الخدمات الطبيه المجانيه، هي نفس الخيمه اللي انا بقدم فيها المساعدات للناس. انا بتمنى من الله انه ارجع على الشمال، ارجع اقدم هاي الخدمه في عملي، ارجع لحارتي، للمستشفى، للايام القديمه الحلوه، انه يعني رغم اني لا املك لا راتب ولا وظيفه الا انه بشتري الادوات الطبيه على حسابي الشخصي، رغم الشح الشديد في الاسواق، رغم انه ما في ادوات، رغم انه ما في اي حاجه، اني بقدم من لا شيء شيء. طبعا هاي هي الفكره بصفه عامه عن مبادره بوصلك لبيتك وكيف غيرتها لبوصلك لخيمتك وردود الناس، وانا كثير مبسوطه جدا اني بشوف الناس مبسوطين، كثير مبسوطه اني بقدم هاي الخدمه.